نتمنى تكونوا بخير والف خير. اليوم جبت لكم منتجات جديده اللي غادي نهضر لكم عليهم. صراحه هاد المنتجات هادو جربتهم عاد بال غادي نهضر لكم عليهم. كما كتشوفوا هاد المنتجات هادو من ماركه سيفورا اللي جربت هاد السيمانه هادي كلها وبغيت نهضر لكم عليها. وهاد جوج حاجات هما اللي خرجات سيفورا جدادين وبغيت نجربهم معكم ونقول نجرب معكم اكسبيرينسيا ديالي ونقول لكم واش عجبوني ولا ما عجبونيش. المهم هاد جوج منتوجات هادو انا اصلا هادي جربتهم جوج سيمانات هادي عاد باش حطيت لكم الفيديو. كيجي فيهم واحد بادي ميلك اللي هو الدهنه ديال الذات، والثاني كيجي فيه واحد الريسي ولا واحد الماسكارا اللي درت الرموش ديالي ولكن ما كثرتش فيها. المهم صراحه كيجيو روعه كما كتشوفوا الرموش ديالي، وهادو راه ماشي اصطناعيه، دايره يعني الرموش ديالي. المهم هاد الماسكارا هادي صراحه البنات روعه، غادي نوريها لكم دابا. هي هادي كما كتشوفوا هاد الماسكارا هادي، دابا غادي نوريها لكم عن قرب مزيان. اللي كيجي فيها الاسم ديالها ديال سيفورا، الماركه سيفورا كتجي في هاد البلاصه هادي. المهم بالنسبه لهاد الماسكارا هادي الصراحه زوينه بزاف بزاف بزاف، كدير فولومين وكتخلي الرموش ديالك كيكونوا يعني كيبانوا كتارين وكيبانوا يعني بحال دايره مرقبه الرموش، وما في الحقيقه راه غير درتي الرموش ديالك ودرتيهم هاد الماسكارا هادي وطولتهم ليك ولا كثرتهم ليك. هاد الماسكارا هادي اللون الاسود كحل بالنسبه لنا حنايا اللي سمرين، ننصحكم دائما تبقاو ديروا هاد اللون الاسود. كاينين الناس اللي كيبغيو يديروا ماسكارا لون بني ولا شي لون اخر، المهم انا ما كنشريش هذوك الالوان، دائما كنشري اللون الاسود. هاد الماسكارا هادي البنات من سيفورا بالنسبه ليا الطوب صراحه زوينه بزاف، جربتها هادي جوج سيمانات وانا كنديرها، عجبتني بزاف بزاف بزاف. كنت بغيت نهضر لكم عليها ولكن ما كانش عندي الوقت. كما كتشوفوا هاد الايام هادو ديما كندير لكم روتينات وحاجات اللي باش تشوفوا بلي شنو كندير يوميا وشنو كنديروا في الدار انا ولطيفه. الا ما كنقدروش نحط لكم الفيديوهات ديال بيسا ولا ديال الماكياج، حيت انا كنوريو لكم نيت في الفيديو اشنو كنديروا في اليوم ديالنا العادي، بحال دوك الفيديوهات اللي كنت درت لكم كنخرجوا كنديروا شي حاجه جديده في الدار. المهم هاد الماسكارا هادي بالنسبه للناس اللي دائما كيسولوني كيقولوا لي احسن شي ماسكارا زوينه اللي تكون كتكتف الرموج، ماشي كتكثرهم لي بفورما ناتورال ولا شي حاجه، يا كي اي ماسكارا كديريها كتبين لك كثار. كاين الناس اللي كيديروا ماسكارات وما كيبين لهمش كما بغاو واحد اللوك كما بغاو، وكيضروا كيضروا يديروا الرموش ديال الرموش اصطناعيه. وانا بالنسبه ليا ما كنحملش الصراحه ندير رموش اصطناعيه، واحد المره ولا جوج المرات اللي درتهم في حياتي ما عمري ما تلات درتهم. المهم هذا صراحه زوين بزاف كما كتشوفوا، كيجي فيه ماسكارا فولومين. الناس اللي باغيين ياخذوها غادي نخلي لكم الا سيل تحت، وبالنسبه للناس اللي ما باغيينش يشربوا اونلاين غادي تلقاوها في الكورتي انجليس. البنات كاينه كاع الماكياج ديال سيفورا كيكون في الكورتي انجليس، حيت في الكورتي انجليس دايرين واحد البلاصه خاصه واحد تيندا خاصه ديال سيفورا. المهم كما قلت لكم الصراحه راه كتخلي رموش زوينين بزاف، راه مجربه وهي اللي دايره دابا في الرموش ديالي. غادي دابا ندوز نهضر لكم على المنتوج الثاني من سيفورا، هو هذا اللي بادي ميلك. البنات صراحه زوين بزاف كيرطب، تقدري ديري في يديك تقدري ديري في الدات ديالك. فيه مانتيكا دي كاريتي ولا زبده الشيا اللي كيجي فيه، يعني دايرين فيه زبده الشيا كاع كثير على مواد اخرين، وكيجي فيه 100 مليلتر غير كتجي هكا قصيره، حيت داكشي يعني شنقول لكم بحال كتجي شويه مطبزه داكشي على كتكون 100 مليلتر تشوفوها كتقولوها صغيره، ولكن الداخل فيه المنتوج كثير وفيه يعني المنتوج اللي كيكون خاطر ماشي سائل، حيت كما كنعرفوا زبده الشيا ولا مانتيكا دي كاريتي كتجي شي شويه هكا ثقيله واللون ديالها ليموني. غادي نوري لكم كما كتشوفوا البنات كتجي ليمونيه
كما قلت لكم، وغادي نديروها نعاود ثاني نديرها في الدات ديالي حداكم. كما كتشوفوا البنات كيجي صراحه كتعطي واحد 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 اللمعه، وكترطب بزاف البشره، كترطبها مزيان، حيت داك النوع اللي التكستوره ديالها ثقيله اللي كتخلي البشره ديالك تحسيها مغذيه بزاف بزاف بزاف. والريحه ديالها واعره يا البنات، الريحه ديالها زوينه زوينه بزاف، كتشم ريحه زبده الشيا، وكتعطيها شويه بحال الريحه ديال الكوكو، صراحه روعه بزاف. ومن هاد الشكل هذا راه فيه البنات، فيه بالنسبه للناس اللي كيبغيو الويفيرا، فيها الويفيرا وفيها الكوكو وفيها زبده الشيا وفيها واحد وقيله زبده الكاكاو، ما بقيتش عاقله زبده الكاكاو، ولكن انا خديت زبده الشيا. المهم البنات، هذا هو الموضوع ديال اليوم، نتمنى يعجبكم ونتمنى نكون فدتكم، ولا عجبكم ما تنساوش لي لايكات، وشكرا بزاف، حتى المره اخرى ان شاء الله. بسلامه.